السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات مدارس دار المعارف، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول. قبل ما نبدأ درسنا النهاردة معانا سؤال تمهيدي بيقول له اذكر جمع كل كلمة مما يأتي. طبعا احنا كنا درسنا السنة اللي فاتت أنواع الاسم، وعرفنا أن هناك أنواع من الاسم، عندي اسم مفرد، اسم مثنى، اسم جمع. طيب هعرض عليكم شوية كلمات أسماء مفردة وعايزة أحولها لجمع. جمع كلمة تلميذ، جمع كلمة تلميذ تلاميذ، جمع كلمة تلميذ تلاميذ. جمع كلمة معلمة، جمع كلمة معلمة معلمات، جمع كلمة معلمة معلمات. جمع كلمة مهندس، مهندس مهندسون، جمع كلمة مهندس مهندسون. جمع كلمة قلم، قلم، جمع كلمة قلم أقلام، جمع كلمة قلم أقلام. طيب احنا كنا بنجمع الأسماء المفردة لأسماء جمع، ولكن مش عارفين نوع الجمع ايه. هل كلمة مهندسون ده نوع الجمع ايه؟ نوع الجمع بتاع كلمة أقلام ايه؟ احنا مش عارفين. من النهاردة ان شاء الله هنعرف اي اسم جمع نوعه ايه. ده درسنا النهاردة اللي هو انواع الجموع. انواع الجموع، الجمع اللي احنا بنجمعه ده جمع نوعه ايه؟ هنفهمه من خلال الامثلة اللي عندنا ان شاء الله. يلا بينا على الامثلة. يكرم المصريون السائحين. طيب في الجملة اللي قدامي دي جمع، يا ترى في ايه كلمات الجمع اللي في الجملة؟ عندي كلمة المصريون وعندي كلمة السائحين. طيب عايز اعرف المصريون ده جمع، مفرد، المفرد بتاعه المصري. ايه الفرق بين كلمة المصري والمصريون؟ المصري اسم مفرد ولكن المصريون اسم جمع. طب في اختلاف بين الكلمتين؟ في اختلاف، اللي انا اضفت حرفين بس، الواو والنون. الواو والنون هي حروف زائدة على الاسم المفرد. إذن أنا لو شلت الواو والنون الكلمة هترجع اسم مفرد زي ما كانت. طبعا كلمة المصريون دلت على أكثر من اتنين مذكر، يبقى هو هنا نوع الجمع اللي أنا بتكلم عليه هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو إيه. تعالوا نشوف الكلمة اللي بعديها، كلمة السائحين. السائحين هنا زودت على الاسم المفرد ياء ونون، يعني أنا أضفت على الاسم المفرد ياء ونون، لأن مفرد السائحين السائح، أضفت ياء ونون، يبقى أو ياء ونون على الاسم المفرد. يبقى هنا نوع الجمع اللي أنا بتكلم عليه أنا ضفت على الاسم المفرد سواء كلمة المصري أو السائح واو ونون أو ياء ونون. تمام كده. تعال نشوف المثال التاني، الفلاحون نشيطون. الفلاح هنا دل على أكثر من اثنين، اسم دل على أكثر من اثنين، زاد على الاسم المفرد واو ونون، لأن هنا الفلاحون مفردها الفلاح، أنا زودت على الاسم المفرد واو ونون. وبرده كلمة نشيطون مفردها نشيط، برده أنا زودت على الاسم المفرد واو ونون. طب الفلاح ده عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل، حاجة فيها روح، حاجة بتتحرك، حاجة بتشرب، برضو نشيط، عاقل. مصريون عاقل، سائحين عاقل. يبقى إذن أنا بتكلم على نوع من الجمع يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على الاسم المفرد ولكن للعاقل فقط. يا ترى نوع الجمع ده اسمه جمع إيه؟ ده اسمه جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم. يبقى إذا جمع المذكر السالم هو ما يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفردين. طيب في ناس، في طلبة ممكن تسأل يعني إيه سالم؟ سالم يا سنة خمسة يعني أنا لو شلت الواو والنون أو الياء والنون الكلمة هتفضل زي ما هي بحالتها اللي هي المفردة، مش هتتغير. تعال نجرب كده، يعني كلمة المصريون شيل الواو والنون، المصري الاسم المفرد اتغير؟ لا.
السائحين، شيل الياء والنون، السائح الاسم المفرد اتغير، لا امس. فلاحون هكذا، نشيطون نفس الكلام، هتبقى فلاح ونشيط. يبقى طالما الاسم المفرد ما اتغيرش او صوره المفرد ما اتغيرتش عن صوره الجمع، يبقى اذا هو جمع مذكر ايه؟ سالم. وده اول نوع من الجمع، جمع مذكر سالم. فهمنا يعني ايه جمع مذكر سالم؟ تمام. تعال نشوف تاني نوع من الجمع، الطبيبات رحيمات. الطبيبات ها اسم جمع، طيب هل دل على اثنين ولا اثنتين؟ ها اكثر من اثنين ولا اثنتين؟ اكثر من اثنتين. اكثر من اثنتين يعني اكثر من شخصين، بنتين، اكثر من بنتين، بقول عليهم ده جمع مؤنث سالم، بقول عليهم ده جمع مؤنث سالم. طيب ليه قلت سالم؟ لان الطبيبات هنا انا لو شلت الالف والتاء هترجع الطبيبه. طالما الصوره ما اتغيرتش، صوره المفرد ما اتغيرتش عن صوره الجمع، اذا ده جمع مؤنث سالم. تعالوا نشوف المثال الثاني، سلمت على الطبيبات المتميزات. برضو مفرد الطبيبات هنا الطبيبه، مفرد المتميزات المتميزه. يبقى ده على طول بقول عليه ده جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم هو ما يدل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على المفرد، بزيادة ألف وتاء على المفرد. ناس هتقول لي طب أنا لو جبت مفرد الطبيبات الطبيبة، تمام، هتقول لي أنا حطيت تاء مربوطة، ما هي تاء المربوطة دي هي تاء التأنيث، تاء المؤنثة. خلاص كده اللي بيفرق بين الطبيب والطبيبة، الطبيب ده مذكر، الطبيبة مؤنث، يبقى مفرد الطبيبات الطبيبة، رحيمات رحيمة، متميزات متميزة. يبقى جمع المؤنث السالم هو ما يدل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على المفرد. تمام، وعرفنا يعني سالم؟ سالم يعني أنا لو شلت الألف والتاء الكلمة ما بتتأثرش، صورة المفرد لا تتغير عن صورة الجمع. تعال نشوف المجموعة الثالثة، انتصر الجنود في المعارك. فين الجمع في الجملة دي؟ عندي كلمة الجنود وعندي كلمة المعارك. طب مفرد الجنود ايه؟ الجندي. مفرد المعارك المعركة. تمام، تعال نشوف المثال التاني، نضع الأقلام في الحقيبة. في الحقيبة دي. الأقلام مفردها القلم، الأقلام ده اسم جمع دل على أكثر من اثنين. طيب تمام، يا ترى نوع الجمع ده ايه؟ ده يميس مفهوش أي حروف زيادة وصورة المفرد مختلفة عن صورة الجمع. طب ده نوع الجمع ده يا ترى ايه؟ ده جمع تكسير. جمع تكسير، جمع التكسير هو ما يدل على اكثر من اثنين او اثنتين، اثنين او اثنتين. وصورة المفرد تختلف تماما عن صورة الجمع، صورة المفرد مختلفة تماما عن صورة الجمع. وهو للعاقل وغير العاقل، يعني بيجي للعاقل حاجة فيها روح، وغير العاقل يعني حاجة ما فيهاش روح. يعني مثلا الجنود، الجنود عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. الأقلام غير عاقل. تمام كده، يبقى ده تالت نوع من أنواع الجموع. يبقى إذن عندي تلات أنواع من الجموع، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير. تعال نشوف مع بعض القاعدة، جمع المذكر السالم هو ما يدل على أكثر من اثنين زي ما احنا قلنا، بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده، ويدل على العاقل فقط، زي معلم، ممكن أقول معلمون ومعلمين، كذاب، كذابون وكذابين. جمع المؤنث السالم هو ما يدل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفردي، يعني بزود على الاسم المفرد ألف وتاء، زي لحظة لحظات، لغة لغات. أما جمع التكسير ما يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة مفرده، زي ما احنا قلنا صورة المفرد بتختلف تماما عن صورة الجمع. وهو للعاقل وغيرهم، يعني العاقل وغير العاقل، العاقل زي تلميذ وتلاميذ، غير عاقل زي كتاب وكتب، زي جمع كتاب كتب، كتب ده جمع غير عاقل. تعالوا مع بعض نشوف ملحوظة مهمة جدا نخلي بالنا منها، هناك كلمات تنتهي بياء ونون وواو ونون ليس جمع مذكر سالم. ايه ده يا مس؟ يعني ممكن يكون الكلمة فيها واو ونون او ياء ونون وهي مش جمع مذكر سالم؟ تعالوا مع بعض نشوف زي ايه. زي كلمة مثلا ثعابين، فنون، ميادين، قوانين،
هذه الكلمات كلها جمع تكسير، ليه يا مس؟ ده آخرها ياء ونون وواو ونون. تعال نشوف أول كلمة، ثعابين. احذف الياء والنون في كلمة ثعابين. ها، ينفع أقول صعاب؟ لأ، يبقى إذا الياء والنون دي أصلية في الكلمة، ما ينفعش احذفها. ثعابين مفردها صعبان، صورة المفرد اختلفت تماما عن صورة الجمع. ها، يبقى ده جمع ايه سنة خمسة؟ طالما اختلف يبقى جمع تكسير. برافو. كلمة زي كلمة فنون، هتقولي ما انا لو حذفت الواو والنون هتبقى فن، ومفرد فنون فن. هقولك بس فنون، انا قلت جمع المذكر السالم للعاقل ولا غير العاقل؟ ها، قلت للعاقل فقط. خلي بالك من النقطة دي، جمع المذكر السالم هو ما يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، وهو على الاسم المفرد طبعا، وهو للعاقل فقط. وفنون عاقل حاجة فيها روح؟ لا، يبقى إذا دوت جمع تكسير. ميادين، ينفع أقول حاجة اسمها مياد؟ شيل الياء والنون، مياد؟ لا، يبقى إذا الياء والنون أصلية في الكلمة، ما ينفعش، يبقى إذا ده جمع تكسير. قوانين، ينفع أقول قوان؟ لا، يبقى إذا برضو ده جمع تكسير. تعالى مع بعض نشوف التدريبات. اجعل كل كلمة تحتها خط فيما يأتي جمع مذكر سالم. يؤدي المسلم الصلاة في أوقاتها. جمع كلمة المسلم عايزة أجمعها جمع مؤنث، جمع مذكر سالم. طيب لا، عايزة أجمعها جمع مذكر سالم، أحط لها واو ونون ولا ياء ونون؟ ده على حسب موقعها الإعرابي، وده اللي إحنا هنتكلم عليه في الدروس القادمة إن شاء الله. طب أسهلها عليكم شوية، كلمة المسلمون دي موقعها الإعرابي إيه؟ فاعل. برافو، لأن يؤدي فعل. مين اللي هيؤدي؟ المسلم. يبقى المسلم هنا فاعل. طب فاعل، الفاعل بيبقى مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ برافو، مرفوع. طب هنا الرفع واو، طالما مرفوع يبقى هيبقى مرفوع بالواو، ما ينفعش أقول مرفوع بالياء. تمام كده، يبقى أقول المسلمون ولا المسلمين؟ المسلمون. برافو. يعمل المزارع في الحقل. ها، عايزة أجمع المزارع، المزارع دي جمع مذكر سالم، هقول إيه؟ المزارعون، لأنها موقعها الإعرابي فاعل. نستقبل القادم من السفر في المطار. هقول القادمون ولا القادمين؟ مين الشاطر اللي هيقول؟ هقول القادمون. غلط، لأن نستقبل هنا فعل. مين اللي هنستقبل؟ نحن. يبقى الفعل ضمير مستتر تقديره نحن. ماذا نستقبل؟ القادمين مفعول به، مفعول به منصوب بالياء، وده اللي هنتكلم عليه الأيام اللي جاية إن شاء الله. عين كل جمع مؤنث فيما يأتي. سهرت الممرضات على راحة المرضى. فين جمع المؤنث في الجملة دي؟ ها، أنا قلت جمع المؤنث هو ما يدل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرد. ها، فين الممرضات؟ برافو. سمعت المذيعات يذاعن أنباء العالم. ها، فين جمع المؤنث سالم هنا؟ المذيعات. تمام. تحتفل الأسرة بالمناسبات السعيدة. فين جمع المؤنث السالم هنا؟ المناسبات، ومفردها المناسبة، لو شلت الألف والتاء مش هتتغير. تمام. اجعل كل كلمة تحتها خط فيما يأتي جمع تكسير. اشترى محمد لعبة جديدة. عايز أخلي لعبة دي جمع تكسير، أقول إيه؟ فكروا كده معايا. اشترى محمد ألعاب جديدة. برافو. رست السفينة على الشاطئ. عايز أخلي السفينة جمع تكسير، رست السفن على الشاطئ. برافو. قرأت كتابا عن التاريخ. عايز أخلي كتابا جمع تكسير، قرأت كتبا عن التاريخ، كتب كتير. تمام، يبقى إذا جمع التكسير بيختلف تماما، صورته بتختلف تماما عن الاسم الإيه؟ المفرد. أتمنى إن شاء الله نكون فهمنا الدرس.